أعزائي الطلاب، أهلا بيكم في موديول الإندوكراين سيستم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا Anatomy of the Adrenal Glands. كلمة أدرينال معناها toward or near the kidney، كمان اسمهم suprarenal، يبقى هما فوق الكدني، موجودين على الأبر بول of the kidney. لاحظوا إن احنا بنقول glands فهما bilateral organs ينتموا إلى الإندوكراين سيستم. لو خدنا cut section في السوبرارينال جلاند اللي هي بتتكون من اوتر كورتكس وانر ميدالا. الانر ميدالا دي فيها كرومافين سيلز بتفرز نور ابنفرين وابنفرين او الكاتيكولامينز. الكورتكس ديفرانشيتد انتو 3 زونز. الاوتر زونا جلوميرولوزا بتفرز مينرالو كورتيكويدز تعمل سولت اند ووتر ريتينشن. الميدل لاير اسمها زونا فاسيكولاتا بتفرز كورتيزول احد الجلوكوكورتيكويدز، ده هرمون مهم جدا للهوميوستيزيس. واخيرا الانر لاير اسمها زونا ريتيكولاريز، دي بتفرز 6 هرمونز اندروجين اند استروجين. ازاي الادرينال جلاند بتتكون في جسمنا؟ في نهايه الفيفث ويك اوف ديفلوبمنت بيبقى الامبريو اتم عمليه الفولدنج. احنا كده واخدين كروس سيكشن في اللور هاف اوف ذا امبريو، دي كده التيل فولد، ودي نهاية الجات تيوب والألانتويز والأمبليكال كورد، وده كده السيلوميك كافيتي مفتوح، وده البوستيريور وول اوف ذا امبريو في النيورال تيوب وعلى جنبيه النيورال كريستس، دول درايفد من الكفرنج اكتودير. هنا كده المنطقة دي كلها ميزودير، وهنا اللايننج بتاع السيلوميك كافيتي اللي هي الميزوثيليال سيلز دي بتبقى ميزوديرمال ان اوريجين. اللي بيحصل ان النيورال كريست سيلز بيحصل لها مايجريشن للسايد ده اللي هو الانجل بتوين اليورو جينيتال ريدج اللي هو الاليفيشن اللي احنا شايفينه ده اسمه يورو جينيتال، لان في جزء هيعمل الجونادز وجزء هيعمل الكيدز. في الانجل اللي بتوين اليورو جينيتال ريدج والروت اوف ميزنتري في المنطقة دي النيورال كريست سيلز هتتجمع هنا وتعمل لنا الادرينال ميدالا. يبقى ده الفيوتشر ادرينال ميدالا، اصلها جايه من النيورال كريستس اللي هي اصلا اكتودير، ودي هتبقى الفيوتشر كرومافين سيلز اللي هتطلع الابنفرين والنور ابنفرين. في نفس الوقت السيلوميك ابيثيليوم في المنطقه دي هيحصل له بروليفريشن، وبعد كده يعمل مايجريشن ويحوط السيلز اللي جت من النيورال كريست عشان يعمل الفيتال كورتكس اوف ذا ادرينال جلاند. يبقى هنا كده ده الكروس سيكشن اوف ذا امبريو، ده يا دكاتره السيلوميك كافيتي، ودي الجات تيوب، وده الروت اوف ميزنتري، دول التو يورو جينيتال ريدجز تمام، وهنا البوستيريور ابدومينال وول في النيورال تيوب والنيورال كريستس. هنا كده ابتدت تتكون الادرينال جلاند. الجزء اليلو ده جه من النيورال كريست، ده الفيوتشر ميدالا، والسيلز اللي كانت هنا حصل لها مايجريشن وحوطتها وبقت الفيتال كورتكس. بعد كده بيحصل سكند ويف من البروليفريشن بتاع الميزوثيليال سيلز، وتبتدي السيلز دي تحوط الادرينال جلاند تاني من بره خالص وتعمل لنا بقى الديفينيتيف كورتكس اللي هي الكورتكس النهائيه اللي هتبقى موجوده معانا ليتر اون. وبالتالي الادرينال جلاند في الوضع ده اللي بتسميها الفيتال جلاند بتتكون من انر ميدالا جاية من الاكتودير من النيورال كريست سيلز متحوطة بفيتال كورتكس. ولاحظوا ان الفيتال كورتكس واخدة الحجم او الحيز الاكبر، الفيتال كورتكس جاية من الميزوثيليال سيلز ميزودير. واخيرا نارو ريم من الديفينيتيف كورتكس جاية برضو من الميزوثيليال سيلز. السراوندنج ميزودير من اللي حوالين الديفلوبينج ادرينال جلاند هيحصل له كوندنسيشن ويعمل لنا الكبسول بتاع الجلاند. الادرينال جلاند من الحاجات اللي بتستمر في التطور في فترة ما بعد الولادة، بيحصل لها بوست نيتال ديفلوبمنت. احنا وصلنا لان الفيتال جلاند عبارة عن جزء داخلي بنسميه الادرينال ميدالا اللي جاي من النيورال كريست سيلز اللي هي اكتودير متحوطة بالكورتكس عبارة عن تو كورتيسز، الجزء الأكبر بنسميه الفيتال كورتكس
والجزء الأصغر الخارجي بنسميه الديفينيتيف كورتكس، والاتنين جايين من الميزوثيليال سيلز اللي هي أصلها ميزوديرم. بعد كده هيبتدي يحصل ريجريشن أو انفليوشن للفيتال كورتكس، والديفينيتيف كورتكس تبقى ديفرنشيتد إلى أوتر زونا جلوميرولوزا وانر زونا فاسيكولاتا. الفيتال كورتكس هتستمر في الريجريشن او الانفوليوشن لحد عمر 3 سنين، هتتحول الى الزونا ريتيكولاريس، ويبقى عندي الكورتكس دلوقتي 3 زونز: الاوتر زونا جلوميرولوزا، والميدل زونا فاسيكولاتا، والانر زونا ريتيكولاريس جوه خالص في الادرينال ميدالا. الجلاند ما بتصلش الى الشكل النهائي بتاعها او الفول ديفرنشيشن او الفول ماتيوريتي الا عند سن من 18 ل 21 سنه، هنا بتبقى الجلاند وصلت للشكل النهائي بتاعها. الفيتال جلاندز بيبقوا من 10 تو 20 تايمز لارجر ذان ذا ادلت جلاندز، بيبقى حجمهم حوالي تلت الكلية في الفيتال لايف، بينما في الأدلتس بتمثل 1/30 من size of the kidney. ده كان النورمال ديفلوبمنت للأدرينال جلاند. بالنسبة للأناتومي اوف أدلت أدرينال جلاندز، فزي ما عرفنا ان هما بيبقوا موجودين على الأبر بول اوف اتش كيدني، فهنلاقيهم في منطقة الإبيجاستريا. لو شدينا السبكوستال بلين والانترتيوركولر بلين والتو ميد كلافيكولر بلينز، هنلاقي ان السوبرينال جلانز موجودة في منطقة الابي جاستريم وان ايتش سايد من الميديان بلين على الابر بولز اوف ايتش كيدني. الرايت سوبرينال جلاند بتبقى بيراميدال ان شيب، ليها ايبكس وليها بيز، ليها ميديال بوردر ولاترال بوردر، انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس، بينما الليفت سايد بتبقى كريسنتك او سيميليونر ان شيب، ليها upper end وليها lower end، ليها medial border ولاترال border، anterior surface وposterior surface. لاحظوا ان اللور end بتاعت الليفت سوبرينال جلاند قربت خالص من الهايلان بتاع الليفت كدني. كل جلاند بيبقى ليها strong fibrous capsule محوطها لازق على الزونة جلوميرولوزا. في نفس الوقت السوبرارينال جلانز بيبقوا داخل متحوطين بالرينا الفاشية. الرينا الفاشية او فاشية اوف جيروتا عبارة عن تو لايرز من الفاشية: انتيريور لاير اوف طول وبوستيريور لاير اوف زيكو كاندل. الاتنين بيحوطوا الكدني ويجوا عند الابر بول يحصل لهم فيوجن، وبعد كده سبليت اجين تو انكلوز السوبرارينال جلاند، وتبقى كده السوبرارينال جلاند داخل سبيشال كومبارتمنت ومفصولة عن الكدني. لو بصينا على الريليشنز بتاعت الادرينال جلانز، على الرايت سايد انتيريورلي ميديالي بتبقى كفرد بالانفيريور فينا كافا، ولاترالي بتبقى كفرد بالرايت لوب اوف ذا ليفر، جزء بيبقى متغطي بالبريتون اللي هو الجزء الصغير ده، وجزء تاني بيبقى بير اريا ديفويد اوف بريتونيه. فبنلاقي في جزء صغير خالص من الانتيريور سيرفيس اوف ذا رايت جلاند كفرد بالبريتون اوف ذا ليفر، بينما على الليفت سايد الليفت جلاند انتيريورلي بتبقى ريليتد من فوق لتحت. هنا كده بريتون اوف ليزر ساك وقدامه الاستومك، هي جزء من الاستومك بيد، بعد كده في النص في السبلينك ارتري، وتحت في البادي اوف بانكرياس، يبقى استومك سبلينك ارتري بانكرياس. ونلاقي هنا بقى في جزء كبير من الانتيريور سيرفيس متغطي بالبريتون، يبقى على الليفت سايد الجزء المتغطي بالبريتون اكبر من الرايت سايد، والانتيريور ريليشن في الرايت سايد ميديال ولاترال انفيريور فينا كافا وليفر، وفي الليفت سايد اباف الاستومك في الميدل سبلينك ارتري وتحت البنكرياس. اما البوستيريور ريليشنز ما بتختلفش بين الرايت والليفت سايدز، على كل ناحيه بتبقى ريليتد للكيدني والكورسبوندنج كراس اوف دايفرام، يبقى رايت سايد ريليتد ابر بول اوف ذا رايت كيدني ورايت كراس اوف دايفرام، وعلى الليفت سايد ريليتد للابر بول اوف ليفت كيدني والليفت كراس اوف دايفرام، وزي ما قلنا اللور اند ريتشز ذا هايلام اوف ذا ليفت كيدني، بينما هنا بتبقى اوي شويه. ميديالي برضو ما بنختلفش، كل جلاند بتبقى ريليتد للكورسبوندنج هاف اوف سيلياك جانجليون، فهنا نبقى الليفت هاف اوف سيلياك جانجليون وهنا الرايت هاف اوف سيلياك جانجليون، وبينهم السيلياك ترانك اوف ذا ابدومينال ايورت. نظرا لاهميه الهرمونز اللي بتفرزهم السوبرارينال جلاندز، فهي فيري ريتش ان بلاد سبلاي زيها زي الثايرويد جلاند، بتتغذى ب 3 ارترز. سوبيريور سوبرارينال ده جاي من الانفيريور فرينك اللي جاي من الابدومينال ايورتا. ميدل سوبرارينال ده جاي من الايورتا شخصيا.
inferior suprarenal جاي من الرينال artery، يبقى superior من الانفيريور في رينك، middle جاي من الايورتا، inferior جاي من الرينال artery. الفينس درينج بيبقى 1 suprarenal vein على الرايت سايد، بيخش في الانفيريور فينا كافا لانه اقرب له، على الليفت سايد الاقرب بيبقى الليفت رينال فين. لاحظوا هنا الدايركشن بتاع خروج السوبرا رينال فين اللي هي منطقه الهايلم بتاعه الادرينال جلاند. هنا الفين طالع من فوق وبيبقى اتجاهه فورورد وسلايتلي ابورد، هنا الفين خارج من تحت والدايركشن بتاعه داونورد، يبقى الهايلم بتاع الليفت سايد اقرب للور اند والدايركشن بتاع الفين داونورد، بينما الهايلم بتاع الرايت سايد اقرب للايبكس وطالع الفين منه في اتجاه ابورد اند فورورد. احنا قلنا الادرينال مدله فيها كرومافين سيلز بتفرز ابنفرين ونور ابنفرين، واتضح ان هي طالعه من النيورال كريست سيلز اللي بتعمل برضو السيمباثاتيك جانجليا، عشان كده بيجي لها بري جانجليونيك سيمباثاتيك فايبرز جايه من السيجمنتس من تي 8 الى ال 1. الفايبرز دي بتمشي في السبلانكينج نيرفز الجريتر والليسر والليست، والنيرفز دي بتعدي على اي جانجليون وذاوت ريلي بيفضلوا بري جانجليونيك، وفي الاخر بيصلوا الى السيلز اللي في الادرينال مدلة، اعملوا لهم استيميوليشن وهم يبتدوا يطلعوا الادرينالين والنور ادرينالين زي النيورو ترانسميترز اللي بتتفرز في السيمباثاتيك جانجليون، بس المرة دي هتفرزوا في البلاد مش في النيرف فايبرز. اخر حاجة ناخدها في المحاضرة بتاعتنا ابلايد اناتومي. في حاجة بتحصل اسمها congenital adrenal hyperplasia. congenital يعني بتحصل اثناء الفيتال لايف، هايبربليزيا يعني في تضخم في السيلز بتاعت الادرينال جلاند، وخصوصا السيلز اللي بتفرز السكس هرمونز، فبيبقى فيه كمية كبيرة من الاندروجينز موجودة في الفيتس اثناء الديفلوبمنت، وخصوصا اثناء تكوين الاكسترنال جينيتاليا. لو هو في ميل الاندروجينز دي هتروح على الديفلوبينج اكسترنال جينيتاليا وتخليها شبه الميلز، فنلاقي ان التوليبيا ميجورا يبقوا شبه فيوزد والكليتورس بيبقى انلارجد بشبه البينس، فلما يتولد يفتكروه ميل ويعامل معاملة الميلز اللي هو بيبقى له اكسترنال جينيتاليا شبه الميلز لكن جينيتيكالي فيميل اكس اكس وعنده يوترس وفاجينا وفالوبيان تيوبس واوفرز، وبيسموه سودو هيرم افرودايت يعني هيرم افرودايت كاذب، لان الترو هيرم افرودايت بالمفروض في الميل والفيميل سكس اورجان. الحاجه الثانيه اللي ممكن نلاقيها اكسسوري ادرينال جلاند. انتوا فاكرين الميزوثيليال سيلز اللي بيحصل لها مايجريشن عشان تعمل الفيتال كورتكس، ممكن يحصل لها مايجريشن في اماكن بعيده عن مكان الادرينال جلاند، ونلاقي السيلز دي موجوده ان ريليشن للسراوندنج ستراكشرز، فنلاقيها غالبا في الحاجات بتاعه اليورو جينيتال ريدج يعني على الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس، في السبرماتيك كورد، في الجونادز. والاكسسوري جلاندز دي بتفرز هرمونز وتعمل لنا مشاكل ويبقى تشخيصها صعب، لان الجلاند الرئيسيه بتبقى ابارنتلي نورمال والمشكله كلها جايه من الافرازات بتاعه الاكسسوري تيشوز. السندرومز بقى المرتبطه بالهايبر او الهايبوسكريشنز دي ان شاء الله تاخدوها في الفيزيولوجي. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا، كالعاده اقول لكم ثانك يو واشوفكم على خير ان شاء الله.